بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تلميذة شهيد فدوى المتحصلة على معدل 19.17 شعبة تقني رياضي هندسة كهربائية المتمدرسة بثانوية مساني عجيل. تحصلت بفضل هذا المعدل على المرتبة الأولى ولائيا، وهذا بفضل الله وحمده. أشكر الله سبحانه وتعالى على أدمن علي بهذا المعدل، كما لا يفوتني أن أشكر والدي الكريمين على كل دعم قدماه لي سواء كان معنويا أم ماديا. بالنسبة لمساري المستقبلي، أطمح في الدراسة في المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي لأنني شغوفة بهذا المجال، وأحب أن أطور فيه نفسي وأطور فيه بلادي، وأتمنى أن أكون من رواد التكنولوجيا في الجزائر. لم يكن صعبا كثيرا علي تحقيق هذه المرتبة، كانت الدراسة بالنسبة لي جد سلسة، فقط كان يضبطها بعض الالتزام والمثابرة والكثير الكثير من الثقة بالنفس والعمل على الطموح. فأردت تحقيق مرتبة ووصلت إليها بالعمل والجد والحمد لله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.